الحرس السلطاني العماني يحتفل يوم غد بيومه السنوي الذي يوافق الأول من نوفمبر من كل عام، ويتضمن الاحتفال تخريج دفعة من الجنود المستجدين وعدد من الفعاليات. تحتفل وزارة الزراعة والثروة السمكية اليوم بيوم الشجرة الذي يصادف 31 من أكتوبر من كل عام، كما أقيم الاحتفال بهذه المناسبة في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى المدارس. نفذت شرطة عمان السلطانية يوم أمس حملة أسفرت عن ضبط 73 امرأة من جنسيات آسيوية وأفريقية لمخالفتهن قانون إقامة الأجانب وارتكاب أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة والدعارة، بالإضافة إلى ضبط 4 متهمين من جنسية آسيوية على صلة بهذه القضايا.